دي الحلقة 59 من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة. الحلقة دي هتكلم فيها مع حضراتكم عن الناس اللي هي لسه مش متفائلة بالعاصمة لحد دلوقتي. مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، شركة ريال استيت جايد. أحب أوضح لحضرتك إنك لو رجعت بالتاريخ لورا هتلاقي إن في مناطق ما كانش في حد يتخيل أصلا إن هو يسكن فيها، ودلوقتي المناطق ديت بقت كلها سكن وحياة وزحمة كمان، زي التجمع وأكتوبر والشروق والعاشر من رمضان، وقبلهم كان في كمان مدينة نصر ومصر الجديدة. فاللي عايز أقوله لحضرتك ما تخليش وجهة نظرك أو نظرتك للأمور تكون محدودة. أنت بتتكلم في مدينة فيها كل مقومات السكن والحياة والعمل، مدينة سمارت سيتي. المكان دوت او المدينة ديت حضرتك مش هتلاقيها اصلا في اي مكان تاني على مستوى مصر، ودي طبعا انا كنت اتكلمت عنها وذكرتها بالتفصيل في اكتر من فيديو عن اهم 5 مميزات في العاصمة حضرتك مش هتلاقيها في اي مكان تاني، وليه العاصمة تعتبر من افضل فرص الاستثمار حاليا. واتكلمت كمان عن التشغيل والايجارات في العاصمة هتبتدي من امتى، وقارنتها كمان بالقاهرة الجديدة. وانصح طبعا حضرتك انك لازم تراجع المعلومات بتاعتك عن العاصمة، والافضل ان حضرتك تنزل على ارض الواقع وتشوف بنفسك حجم الانشاءات اللي وصلت ليه العاصمة خلال ال6 سنين اللي فاتت بس. ولو حضرتك محتاج تشوف الفيديوهات ديت هسيب اللينك بتاعها موجود في الوصف. فاللي عايز اقوله لحضراتكم ان العاصمة مشروع قومي، وفي الاف من المستثمرين والمطورين دفعوا مئات الملايين هناك، وفي كمان التزامات عليهم. فاكيد طبعا لو حصل اي تباطؤ في البيع في وقت من الاوقات هناك في العاصمة، ده طبعا بيكون نتيجة لظروف معينة، ولكن دوت مش هيقلل ابدا من الاستثمار في العاصمة. بالعكس، الاسعار السنة دي زادت بنسبة وصلت ل30% في بعض المشاريع نتيجة للظروف الاقتصادية. وعشان كده دايما بنصح اي حد مهتم بالاستثمار العقاري، فالوقت طبعا بالنسبة له يعتبر عامل مهم جدا، ده لو حضرتك طبعا بتشتري بالجنيه عشان تحافظ على قيمة فلوسك من التضخم، وان قيمتها ممكن تقل بعد كده. بس ارجع وافكرك طبعا مش اي مشروع حضرتك تروح وتشتري فيه، الموضوع دوت ليه ابعاد مختلفة، وكنت سبق واتكلمت عنها بالتفصيل قبل كده، لان في مشاريع بتزود من قيمة فلوسك انك بتشتري هنا قيمة مقابل سعر، وده طبعا حضرتك هتعرفه لما تلاقي المطور اللي حضرتك اشتريت معاه السنة دي اسعاره غير اسعار السنة اللي جاية. وطبعا لو في اي استفسارات عموما عند حضراتكم او اي حد محتاج اي استشارة عن العاصمة، تقدر حضرتك ترسلي اي مسج على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة، او في لينك كمان موجود في اول الوصف حضرتك مجرد ما بتضغط عليه بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. طبعا الخدمة مجانية وتحت امر حضراتكم في اي وقت. شكرا.